سولفينا عن حملة فنان تحديدا، منين اجتك الفكرة؟ طبعا انا كنت جالسة انه فكرت لازم اقدم شيء لبلدي، فطرحت الفكرة حملة فنان على اصدقاء وصديقاتي الفنانين، فهم استجوبوا مني الفكرة برحاب الصدر. كوننا الفرقة من 3 أشخاص لأن اتسعت وصارت 42 شخص. زينا حائط المدينة بالكامل، ساحة التظاهرات، ساحة الساعة. فكرنا أنه نوسع الفكرة، فاتجهنا إلى المؤسسات ذو الاحتياجات الخاصة والصم والبكم معاهد الاحتياجات الخاصة، فجسدنا لوحاتنا اللي تظهر الحالة السلمية الموجودة بالمظاهرات ضمن الثورة، جسدناها على حائط وظهرناها للمجتمع لنظهر أنه الفنان مشارك ضمن هذه الثورة بطريقته الخاصة. طيب أنت اليوم كفنانة بأي جانب، بأي اتجاه بالفنون الجميلة؟ فنانة رسم أو؟ أنا طالبة معهد فنون جميلة، خط وزخرفة. خط وزخرفة، نعم. رائع. طيب أريد أسأل شوية على الجانب العائلي. أوكي. اليوم كثير من الشابات شاركوا أيضا في التظاهرات خصوصا في بغداد وغير محافظات أيضا، نعم. اليوم وضعك أنت في محافظتك كبنت، لقيتي دعم من الأهل، من الجيران، من الأصدقاء بما تقومين به الآن؟ طبعاً بداية الفكرة أنه أنا طرحتها على عائلتي وكانت مساندة إلي، وكوني أنا شخصية مستقلة وفرد من هذا البلد، فأنا حبيت أقدم هاي الخدمة البلدي، فكانوا عائلتي يعني سند إلي، فاستمرت بالفكرة والآن سويت فريق كامل والحمد لله وشكر بعدنا مستمرين. الحمد لله وتستمرون إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أريد أسألك أصلاً، الزخرفة والخط هي موهبة فطرية وطورتيها بالدراسة أم إجت نتيجة الدراسة بالفنون الجميلة؟ بالنسبة للزخرفة والخط كانت موهبة فطرية، لكن من دخلت معهد الفنون الجميلة الحمد لله وشكر طورت من موهبتي وأصبحت إلي أعمال كثيرة معروفة من ضمن محافظتي وإلي لوحات. لك لوحات؟ عندك معرضك الخاص؟ إن شاء الله عن قريب أفكر أفتح معرض. إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد البغداد نصيب معرضك. أكيد طبعا. أكيد. أنتوا مجموعة قلتي لي من طلاب الفنون الجميلة، معهد أو كلية؟ معهد فنون جميلة وكلية الفنون الجميلة. من الاثنين. وكان الدعم كله ذاتي من قبلنا إحنا الفنانين. شلون طريقة التواصل مع بعض؟ كلكم من نفس المحافظة أم من محافظة ثانية؟ لا طبعاً إحنا يعني كلنا من نفس المحافظة، فكان التواصل عن طريق التواصل الاجتماعي، جروب نتفق بالجروب ويعني نفكر إنه شو نسوي باليوم التالي، فكنا نلم التبرعات بيناتنا إحنا.